بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتفتح لنا بها يا رب أبواب الفرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة. نخش نعمل لكم تقرير بأسعار الغنم والماعز النهاردة 3/26/12/2023، ده آخر سوق 3 في السنة الجديدة. كل عام وحضراتكم بخير يا جماعة، ويا رب دايما كده للأمام احنا وانتو بفضل دعواتكم ودعمكم لينا. شكرين لحبايبنا واخواتنا كل مشاهدينا ومتابعينا سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب. احنا يا جماعة صفحة على الفيسبوك وقناة على اليوتيوب بتقدم اسعار المواشي وبنقدم لكم عروض بالصلاة على حضرة النبي، اجمل العروض. صلوا على سيدنا النبي ودعمونا بلايك، نهاركم ابيض بالصلاة على النبي. هنخش نعمل لكم، شوفوا المعزة الحلوة دي يا جماعة، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي تبارك الله. معاها سنه معلم ولا قافله؟ ساده جديد، ورينا السنه كده. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، حمص هي، صل على النبي. وده ولدها، صل على النبي تبارك الله ما شاء الله تبارك. عليها فلوس ولا فيها بيع وشراء؟ فيها بيع وشراء ب 16، هي ولدها صح؟ فيها بيع وشراء ب 16000، والله جميله. فيها عشره يا معلم؟ الله اعلم، يعني البيع الفاضي. هي يا جماعه ب 16000 هي وولدها ما شاء الله تبارك الله، شايفين ولدها يا جماعه، وان شاء الله مش هتخلى من العشر يعني ان شاء الله، لانه الجدي وراها يعني تبارك الله وراها ما شاء الله. 16000 البيع والشراء، 16000. كم تليفونك لحد عايزه منك؟ 03 وحي 7 40 50 60. اسم الكريم ابو الفاتح، ماشي ابو الفاتح، الله يوسع عليك. اهي يا جماعه تبارك الله ما شاء الله يا معلم، صل على النبي تبارك الله ما شاء الله. انت شايفني بعمل ايه؟ طيب زكاة ام حسن، منور الدنيا والله، صباحك ورد يا حبيبي، وناس تحياتنا، الناس المنصوريه وناس ضراو والناس العسل، الله يوسع عليك. اهي يا جماعه البيع والشراء فيها ب 16000. ناخذ كده لقطه كده من الاسعار عشان الناس يا جماعه اللي لسه فاكره الاسعار بتاعت زمان. شوفوا الاسعار. عم محمد صباح الفل، عم محمد نارك ابيض. دي عشر ولا لحم الرميسه دي؟ لحمة دي. كام دي يا محمد؟ يعني 53، معموله 53 دي يا جماعه. والثانيه دي؟ دي عم معموله 4000. دي ب 4000 يا جماعه. دي معاك؟ لا دي مش معايا. دي مش الجدي معاك؟ الجدي معايا. كام الجدي؟ 47. 47 الجدي ده يا جماعه، كسر اربع سنين. والخروف ده معاك يا حاج؟ ايوه يا عم، 11000. معمول 11000 ده يا جماعه. ايه سنه يا حاج محمد؟ كسر جوز. كسر جوز يا جماعه ب 11000. الصلاه على النبي تبارك الله. كام التليفون لحد عايز له حاجه يا زعيم؟ 011 43 45 44 20. نهارك كله رزق يا محمد. في اتقل من كده يا عم، وفي اتقل من كده، يعني في شغل ثاني. في 13 وفي 12.5 الخرفان. ايوه. وفي، لا في اسعار ثانيه برضه، في عشر وفي والد. أيوه. وفي والد. أيوه. وفي ماعز. كل هاي موجود. موجود الحاج محمد يا جماعه، من الناس اللي احنا شغالين معاه في السوق، راي الامانه ويعني يعني مصداقيه ما فيش بعد كده والله. ربك يستر يا عم. الله يوسع عليك يا محمد، نارك كله رزق. امانه ومصداقيه الحاج محمد يا جماعه، والله يعني ناس من الناس الخيره. معاك دول يا معلم؟ كام الجدي دي؟ كام يا حاج؟ جدي. معلش والله دوب جام حسن. حدش فصله؟ نارك ابيض يا معلم. لسه برضه يا جماعه الوقت في البدري، يعني الوقت في البدري. فتلاقي في ناس ما سمعتش اسعار، وناس يعني ايه. كم معلم المعزة بالصلاة على النبي؟ كم المعزة دي؟ المعزة بس لا معاها الجدي. تحتيها ولدها دي؟ كم معلم بالصلاة على النبي؟ يا باشا عاملة 73. 73 هي ولدها يا جماعة. 7300 جنيه. هي عشر برضه. عشر هي؟ عشر كبير باين عليها. ما شاء الله. أهل الزرباوي يا جماعة والسوق. أهل عكف الزرباوي. والواد يعني برضه ايه؟ واد زرباوي. زرباوي اصلا. ما شاء الله تبارك الله. والواد زرباوي برضه. ده خروف ولا رميسه؟ لا ده مش تبعنا. مش تبعنا، الله يسهل لك الحال. الله يسهل لك الحال. هذا السوق يا جماعه بالصلاه على النبي. الوقت بدري، في البدري بتاخذ لك كام لقطه كده من السوق، الاسعار الحلوه.
كم الجريدة عملوها حق؟ 5000 معمول يا جماعة. 5000 ما شاء الله تبارك الله. شوف المعزل حلوة اللي هي. كم عملوها حق؟ كم عملوها؟ 8000. صل على النبي. سلام. تحت ايه خلفها؟ بس ليه 8000 يا اخي؟ 8000 صح؟ تكلم جد؟ شديده بالثمانية يا اخي. 8000 عشان دي. عشان ايه؟ اوه خضيتي. صل على النبي. شاميه هي؟ 8000 تحسها شامه على زرباوي كده. عيالها هي ذكر وانتاي؟ ذكر وانتاي يا جماعه. 8000 هي فيها خليط قبرص يا جماعه اللي انا شايفه. فيها خليط قبرص. صل على النبي يا خال الله. الله ينور تبارك الله. كم عملوا الخروف ده معلم؟ لسه ما حدش اشترى. اقول مكرم قريب بتزيد يا والله عشان ما جايش العدل. كم معمول يا معلم؟ كم يا معلم حسين الاخبار؟ ما شاء الله عليك. لا خليك عم ياسر. كم عم ياسر؟ ب 4000 كاس اليوز. ب 4000 كاس اليوز يا جماعه. ما شاء الله. بستين كاس اليوز. ياسر. 4000. كم عندك؟ جدي حلو. كم واقفين يا الفجر احنا؟ يا احمد. نبيع ونوقف. الصلاة على النبي تبارك الله. الصلاة ازيك يا عمدة؟ صباح الفل يا باشا. كم معمول بالصلاة على النبي؟ مفصول 10000. مفصول 10000 يا جماعة. الصلاة على النبي. سنه أعلى كده؟ قافل على الأول. قافل على الأول يا جماعة. الصلاة على النبي. سنه كبير. إن شاء الله تبارك الله. الله يسهل لك الحالة يا عمدة. الصلاة على النبي. سنه كبير مشكلته سنه كبير 10000 يعني على جسمه وحلاوته دي ما شاء الله تبارك الله. كم وصلت النعجة الرحمنية يا معلم؟ 11000 تحتيها انتيتين يا الصلاة على النبي. نعجة رحماني تحتيها انتيتين ب 11000 يا جماعة ما شاء الله تبارك الله. دول رمستين ولا خروفين؟ خروفين. كم وصلوا دول يا معلم؟ وصلوا 6000 يا جماعة. ودي رميسة؟ كام ده معلم؟ دي لسه ما اتفصلتش يا جماعة. الصلاة على النبي. 011 59 62 00 69 اسم الكريم؟ عماد. ما شاء معلم عماد الله ينور عليك. ايه يا جماعة. واصلة 11000 حلوة بصراحة تحتيها انتيتين نعي رحماني بيور دي يا جماعة رحماني حر دي. دي ما فيهاش تجنيس ولا فيها أي حاجة دي دي رحماني اصلي. عشرة ولا 11 يا اخي؟ قول لي الصراحة. 10000 10000 اللي وصلته يا جماعة. السلام. دول خروفين ب 6000 دول حلوين برضو ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. صار حلوة النعجة الرحمنية دي من 10000 وسط 10000 بس هو ما باعش يعني بس السعر حلو برضه. لا يا جماعة أنا بحاول يعني أستلقط لكم الحياة اللي هي أنفع أرضاكم يعني مش بخش علي بهايم وخلاص. هنا يا جماعة هنا الرزق كله هنا الخير كله هنا يخش عليك المزارع من الباب الصغير دي تمام اسعار تعرف تاكل فيها عيش تستلقط المزارع هنا يا باشا وتاخذ منه الحاجه اللي توكلك عيش. ازيك يا معلم؟ معاك دولار؟ والدي مين الوالده فيهم ولا اثنين والدين؟ الوالده؟ ايه تحت ايه تحتيها دي؟ يدين؟ الصلاة على النبي هيك كم واصله معاك؟ يا باشا حبيبي حد اشترى فيها واحد جانا وما قلبش ومشي تمام. ايه سنه هي معاها سنه ولا قافله؟ سخله لسه. لباني؟ ودي عشر ولا فاضيه؟ عشر ولبن. عشر ولبن. كم طب الاثنين عليهم فلوس ولا ايه؟ لسه ما تقول لي عمر السيني يا عم. لازم حد قال لسه نقول الصلاه على النبي تبارك الله. لا حلوين الزقوا تبارك الله يا عم. ايفون داكن؟ لا لا
والرميسه دي معاك؟ لا مش معاك لسه يا مع عادي المزارع دي ده مزارع تخش تشتري معاه سنه سنه يا باشا فاهم وتاخذ بيعتك تبقى رخيصه ومرتاحه والده دي ايه تحتيها كام يا معلم شرب 5000 يا جماعه شفت يا جماعه المزارعين انا شايفها بستة ونص انا شايفها بستة ونص انت قول بستة بيشتروا 5000 في 1000 لغاية ما تروح وتوكل وتشرب تعرف تكسب عشان تعرف بس ان احنا ايه كام الخروف ده حي ها لا لسه كم اشتروا 55 صل على النبي 55 معلم على ابو قرون صباح الفل يا باشا منور الدنيا والله اخبارك يا معلم نارك ابيض صل على النبي ده اول تقرير يا جماعه من داخل سوق الغنم والماعز لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.